شو خصك تدخلي في تفكيري هو كمان؟ طبعا حياتي بدخل بكل شيء. تعالوا اسمعوا تعالوا يومياتك ما كتبتي فيها شيء يومي ما في قلم قدروا لي فكرتيني هلا بروح فكرتيني حياتي بس تتجيني مثل ما تجي كده على الاربع ايام مش عارفه فتقلي لي فكرتيني لا احنا بنقول هيك يعني حكينا هيك حياتي هلا بتشوف بعدين بتشوف كله يعني. بيقولوا لك تي على الاخير حتعقد يعني مو حتعقد حتستانس حس حالي انثى بقى نو مو حتحس حالك انثى حتحس حالك عادي يعني شهر شهرين بس يومين وانا عندي بارح واليوم عندي مغص ما بعرف من شو مغص؟ في ترفيس؟ يحيى حبيبتي ما انا ما كترت نزل لا نزل لا اخر مرة بحكي لك شيء فينش سمعت؟ جوع اعطيكي دواء؟ اعطيكي دواء؟ ما بدي شو فطرتي هلا؟ حليب وتوست و هيتي ما تكوني اخذة برد ما بعرف عم بتخيلك حياتي وانت حامل عم تقولي ماني طايقة يحيى عم تمشي هيك تصيري مثل البطة انت عم تمشي لما الصبح لما بطة في عينك شو احلى من البطة هي وماشية لا بدي مشية البطة لما الصبح صحيت قالوا كانوا تبع التنظيف في تاع الكويزين بدي مي كانوا فاتحين اللوف تبعكم شفت الصورة حاطة ولا راس ولا راسك وشو كمان وشي شي في جنبك هون صح؟ على الحيط شو؟ مخدة وحاطت الصورة تبعك حاطة قدام وشي تمام انا نايمة صح عليها والثانية حطيتوها في المطبخ تديكي تبع الرباعي حطيناها بالمطبخ شريرين طبعا حياتي هي فكرة ربيع مو فكرتك لا مو فكرتي بس فكرة عرض ماما على الحامض يمكن الخوخ مو الخوخ الصغير الكبير دراء يعني ما بعرفتو شو تقولوا انا احمر اي كبير قالت لي ماما على فكرة وانا يا طلعت بحبه اكتر منه يعني صباح الخير بس لتيجي الماما انت نازلة هيك بونجور عندك مانع؟ خلاص روحي خذي حياتي خذي اذن من هذا وخذي اذن من عند ربيع خير ان شاء الله كبرناكم وفللناكم وخلص جبناكم عرسان وباي مع السلامه فرصه سعيده سمعت على الخوف انا ماما عذبتها ابو حنان ما قلت لك حنان شو عندها هون شامل فرامبواز توت شو ما بعرف شو بتقولوا له لون اسود نو مو اسود لا هاي بيكون في حبه صغير واحمر ثعلبة شو ثعلبة فاكهة